تفاصيل طقس الويك اند والاسبوع المقبل نطلع عليها من استاذ محمد كنج من مصلحه الارصاد الجويه بمطار بيروت الدولي. صباح الخير. نور، اول شيء بدنا اقول لك خلي لك امك الله يحفظك وخلي لك زوجتك كلك زوج وخلي لك بناتك أكيد. كمان اللي هن امهات مستقبليات يا رب. الله راض يا رب، وكل عيد وانت بخير وان شاء الله يكون الربيع مبارك. وانتم بخير، وانا بدي عايد نتالي ونرمين ومدام ريتا، والله يرحم اهلك استاذ عبدو. تسلم. ويرحم اهلها لمدام ريتا. تسلم كلك ذوق. لك عائلتك. وانطوانات كمان حتى ما اكيد وسيرجين اذا بدها وبدي عايد والدتي الله يطول بعمرها. امين. يعني الوالده هي الوحيده اللي بتحبك من اول ما تخلق لاخر العمر بدون اي مقابل. صحيح. بدي عايد مرت عمي وزوجتي، اكيد صار عندنا 6 اولاد الله يطول بعمرها ونكفي هالحياه مع بعض. حماتي يعني. حماتي ساميه الله يطول بعمرها. الله يطول بعمرها يا رب. الله يخليكم لبعض. امين. الله يحفظكم. استاذ محمد، اذا ضل الدولار نازل هيك يعني احتمال الجمعه الجايه ناكل مشاوي؟ اكيد. ليش هلا نقضيها شو صديقي؟ بعدين زعتر منقوشة الزعتر ب4000، هيدي أكلة الفقير. مليون وشوي كيلو سنوبر. صح. بتصور هلا بالبرادات حطوا باسورد لمرت بين سنوبر صراحة ببيعوا مع بالخزنة. تأسنا للساعات المقبلة. طقسنا هيكون عندنا طقس مستقر لنهاية الأسبوع اعتبارا لنهار الأحد، من نهار الاثنين ببلش يتقلب. طقس اليوم غائم جزئيا بسحب متوسطة، رياح ناشطة، ارتفاع درجات الحرارة خاصة بالداخل وعلى الجبال. لحظة، قلت ببلش يتقلب؟ صحيح، اعتبارا من نهار الاثنين. بس إذا جمعة الجاي نزل الدولار بنقلب اللحمة هلا بكي. يعني إذا إجا لنهار الأربعاء يتدفوا ويشوا. يلا ماشي، هيك مولعين الفحمات. نعم، هيك الفحمات شغالين. نعم. نهار اليوم في عنا ارتفاع درجات الحرارة ورياح ناشطة، وبكرة مكفي هالارتفاع، طقسنا قليل غيوم لغائم جزئيا، ارتفاع إضافي وملموس درجات الحرارة بتتحطى معدلاتها، كتل دافية عم تسيطر على المنطقة. اعتبارا من بكرة الكتل الدافية تأثيرها حيكون أكثر، يعني ممكن توصل على الساحل بحدود 25 درجة، وحتى الجبال بحدود 21-22 درجة أو أكثر ببعض المناطق، خاصة المناطق الجنوبية حتكون الدفع أكثر. نعم. التنين غائم جزئيا لغائم، درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية، اعتبارا من الظهريات في اشتداد بسرعة الرياح توصل لحدود 70 كيلومتر بالساعة، وفي تساقط أمطار متفرعة اعتبارا يعني من الصبح بضل في ريسك احتمال تساقط أمطار، بس أكثر بالفترة المسائية. صراحة تنين وثلاثة الأمطار حتكون خفيفة، طقس متقلب، يعني هون عم نشوف الجراف الحرارة عم تطلع طلوع، اعتبارا من التنين ببلش من بعد الظهر ببلش تكسر النزول. المنخفض تأثيره حيكون علينا، تأثيره الواضح حيكون اعتبارا من الأربعاء بقرب علينا، حتكون أمطار غزيرة، بنحكي عنه بلكي بداية الأسبوع الجاي إن شاء الله. نعم. وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم على الساحل بين 13-22 درجة، جبال من 6 درجات ل 18 درجة، داخل من 8 ل 18 درجة. بالأمطار نحن صرنا مشاهلين بكميات الأمطار خاصة بمنطقة طرابلس، وبالنسبة للرطوبة بين 50 و 80%، الهواء اليوم بين 10 و 35 كيلومتر بالساعة غربي لشمالي غربي، حال البحر نائج شوي، حرارة سطح المي 19 درجة. والضغط الجوي 1020 هكتو باسكال، ما يعادل 765 مليمتر زئبق، مرتفع نسبيا، وساعة شروق الشمس 5:45 دقيقة، الغروب الساعة 5:48 دقيقة. هيدا كل شيء، وإن شاء الله العيد الأم الجاي بيكون بظروف أحسن، والله يطول بعمر الأمهات اللي بعدهم عايشين والله يرحم اللي توفوا. أمين. شكرا لك. قبل ما تغادرنا حدا بعت لي قالت لي مسيو حلو، شفت وحدة عم تاكل منقوشة جبنة وبتشرب وحدة عصير، عن جد هالعالم من وين عم بتجيب مصاري؟ إن شاء الله ما نوصل لهونيك. شكرا لك محمد كنج، يعطيك العافية أنت وكل الفريق العامل لمصلحة الأرصاد الجوي.